سم القاتل الحليب البقري سم القاتل هعيش اقولها ولاخر يوم. خلينا نوضح. شوف يا استاذ كريم، انا مش عارف اصلا كان دكتور، لان انا مش مقتنع ان حضرتك دكتور مع حفظ الكامل لمكنونك وكده. بص يا استاذ كريم، اولا على فكره تانية، حكايه الحليب واللبن اللي انت عمال تتكلم عليه بقالك فتره وكده، اي دكتور عاقل في الدنيا لما بيجي يعمل بحث او بيجي يعمل اي حاجه لازم يعرف ان لكل قاعده شواذ. الشيء الوحيد الذي لا يحتمل نقيضه او استثناء هو القران الكريم. طب تعالى كده نتكلم بكل حواريه وبطريقه مختصر كده، من غير ما نجرح في حد. يعني انا مش عارف، في بقالك فتره طالعه انت وناس كتيره جدا بتتكلم على موضوع الحليب. طبعا الناس بكل بساطه بكل اريحيه لما بيجي يردوا عليك ان الحليب النبي صلى الله عليه وسلم شربه. طب عايز تتكلم مثلا بالدراسات، تعالى نتكلم عن موضوع الدراسات والحواريه. تعالى نشوف يا سيدي. اولا لو انت سالت شات جي بي تي الذكاء الاصطناعي عن الحليب، شوف هيقول لك ايه. بيقول لك ان المساله المتعلقه بمدى تاثير الحليب مساله غير قاطعه وليس لها اي دليل قاطع نهائي على اثبات هذا الامر. على استهلاك الحليب اللي بيعمل سرطان او بيعمل حاجه في البروستاتا او كل الكلام اللي انت بتقوله عليه ده كلام غلط تماما. بص يا استاذ كريم، اللي هو بتاع يعني حضرتك خالف تعرف، ماشي عكس كل البشر خلاص. تتكلم عن الرز وتتكلم عن تسخين الرز وتتكلم عن اللحمه وتتكلم عن مش عارف ايه وايه وايه. في بروفيسور كده اسمه بودو ميلنك في جامعه اسمها اوزنبروك، البروفيسور ده بيقول ان الحليب بيصيب الانسان بالفيروس. طب كويس لحد كده؟ لا مش كويس. هات لي انت بقى مصدر واحد بيؤكد كلامك دليل قاطع ومادي بيثبت كل كلامك ده. فقال ان في احماض رايديه صغرى للناس الكبيره وكمان للناس الصغيرين، البالغين والصغار، اللي هي بتسرع نمو الخلايا الميكرو ار ان اس. في حيز مجله فوكس الالمانيه قالت في مقال الاستاذ ميلنك ده، يا استاذ كريم يا محترم، ان الحليب مفيد في وقت الرضاعه بس. اصلك بتقول ان الحليب ده طالع بس للصغار البهيمه او لابن الجاموس او لابن البهيمه، وان اي انسان يشربه ما ينفعش، هو جاي بس الحليب ده خارج من يعني سبحان الله. يعني من جانب تاني، ان في دراسه عملتها المعهد الالماني الاتحادي لتقييم المخاطر، ومش مره واحده لا اكتر من مره، يعني دراسه عده مرات، يعني اكتر مثلا مرتين ثلاثه اربعه، وقال ان المخاطر المحتمله للحليب، خاصه الحمض الصغير اللي احنا بنقول عليه اللي هو الحمض الريبي اللي هو الميكرو ار ان اس. الاستاذ كريم بقى يسكت؟ لا، ياخد المعلومه كوبي بيست ويقولها لنا على طول ان الحليب بيعمل كذا. لما خلاص ترانيه شوف بقى ايه، يعني اهو يعني الدراسات اللي انت بتاخد بيهم، تعالى بقى انا جبت لك من عندهم هما نفسهم شخصيا، يعني مش هاخد منك الكلام، لا انا بروح اخده منهم هما شخصيا. يجي بقى يوغان تير كوندكا المتحدث باسم المعهد لصحيفه اوزنبروك ستانيوغ، الحوار او الامر اللي طرحه ميلنك ده لا يمكن اثباته تماما انه بيعمل اي حاجه في البروستاتا او اي حاجه من ناحيه السرطان، سواء البروستاتا او من سرطان الثدي او التورمات او اي حاجه بيتكلم عنها الاستاذ كريم في قناته بتاعت فكرتين. وقال ان الاحماض الرايبيه دي مهمه جدا 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 في نمو الخلايا اصلا، وقال ان الاحماض الامينيه الصغرى اللي اتكلمنا عليها شويه دي مهمه جدا في تنظيم الخلايا، او بمعنى ادق تنظيم التعبير الجيني داخل الخليه، يعني بيحافظ على سكونها او حركاتها او تكيفها مع بعضها البعض، عشان تقدر في النهايه تكون لك حاجه تجمع مع بعضها، تجمع يا نسيج عضلي، يا نسيج بروتيني، يا نسيج مش عارف ايه، عشان تكون يعني الخليه في الاخر تكون لك الكائن البشري الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. وقال ان على مر الزمن وعلى مر التاريخ كتير من الناس بتستعمل كميات كبيره جدا من منتجات الالبان، سواء الحليب او الجبن او اي حاجه من دي، مع عمرنا ما شفنا على مر التاريخ خالص حالات كتيره جدا تصاب بالاشياء دي اذا تم استخدامها بشكل معتدل. وجعلناكم امه وسطه، يعني احنا اصلا نستخدم الحاجه بموضوعيه وبوسطيه. والحليب مش هقول لك يا عم الحليب المبستر، لا احنا بنتكلم اشرب الحليب الطبيعي، الحليب الفريش، بتجيبه بتغليه على 100 درجه وبتشربه. انا ضد الحليب المبستر تماما بتاع العلب ده، انا ضده مليون المية. طب اثباتا بقى، نيجي بقى لحديث النبي علشان الناس كانت بتتكلم وترد عليك، نيجي بقى نرجع له لان هو اصلا مرجعنا الاول والاخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث فيما معناه: اذا اكل احدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا خيرا منه، اسف وابدلنا خيرا منه، يعني يا رب ادينا حاجه احسن منه، الا اللبن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنه. واذا شرب احدكم لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا
منه. واللبن هنا معناه الحليب، عشان في دول كتيره جدا بتقول على اللبن اللي هو الروب او اللي هو الحاجه اللبن الحادق او اللبن المسكر، لا، لبنا سائغا للشاربين. بس يا زيد، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيا جماعه استعملوا الالبان، ما فيش اي مشكله، بلاش فعلا حليب العلب، مش هقول لكم استعملوه، حتى لو استعملتوه تستعملوه بشكل معتدل. الاعتدال في كل شيء حلو، حتى الاعتدال في الشيء اللي انت شاكك فيه اصلا ما فيش اي مشكله فيه، اعتدل وتوكل على الله بس. وانا مش ضد خالص الاستاذ كريم ولا اي حاجه، بس انا يعني داخلي، يعني قناعتي الشخصيه والله اعلم، اذا ما كنتش انا بختابه او والله في حاشا لله ولو احترامه الكامل، يعني معلش يعني حضرتك، يعني معلش يعني ما لكش علاقه بالطب او ما اخدتش اللقب، لا تستحق اللقب اللي هو دكتور، اعتقد انك ما اخدتوش والله اعلم، بس الزموا الناس منازلهم. لو انت فعلا طلع شهاده، طلع الشهاده على الملأ للناس كلها اللي انت اخدت والله كليه كذا، طب كذا، من جامعه كذا، قسم كذا، عشان الناس تثبت للناس انك فعلا دكتور. بس سلام.